يا عربي ايه راح فين كده؟ لا راح مشوار بس. مشوار ايه يعني؟ راح اقابل اماني اخت الظابط. ليه طيب؟ مش عارف، ويا ريت ما تسالنيش كتير يا زين. طب دنيا وانشراح وعارفين بيجي من وراهم مصلحه، ايه بقى المصلحه اللي ورا اماني دي غير وجع القلب والهم؟ مش عارف يا زين، قلت لك مش عارف، انت ما بتفهمش. ايه ده هو؟ ووشه كرمش كده وبقى عصبي ليه؟ حربي طب زي ما انا طبيت يا بركة. العنب الحب وسنين يا جدع. تشرب حاجة؟ كنت عايز تقابليني ليه؟ امبارح لما جيت لك عملتني وحش قوي. كان كلامك معايا زي السم. طول الليل عمال اسأل نفسي ايه اللي خلاك تعمل معايا كده؟ وللأسف ما لقيتش جواب على سؤالي. عشان كده طلبت أقابلك. ليه بتعمل معايا كده يا حربي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت. طب ايه اللي بيخليك تعمل معايا كده؟ يعني مش عارفه. عارفه ايه؟ انا في حاجه واحده بس نفسي اعرفها. انت كنت فعلا بتقابليني عشان تعملي معايا حديث وحوارات، ولا كانت دي اوامر الباشا عشان تتجسسي عليا؟ باشا؟ باشا مين يا حرب؟ باشا اخوك يا ست هانم، المقدم اكرم، ما تعرفوش؟ اه انا كنت متوقعه ان حاجه زي دي ممكن تحصل. انا بقى عمري في حياتي ما توقعت ان حاجه زي دي ممكن تحصل. كنت فاكر انك واقفه جنبي عشان مؤمنه بكل حاجه بقولها وبعملها، لكن اتضح انك بتمثلي دور. واول الدور ده ما خلص قالها لي الباشا بمنتهى الصراحه: ابعد عن اماني واوعى تقرب لها تاني. هتلاقيكي بتتجسسي عليا وبتقولي لي كل حاجه بتحصل بينا، وانا زي المغفل بقى فتحت لك قلبي وقلت لك على كل اللي جوايا. كنت فاكرك انسانه كويسه مهتمه بينا وبمشاكلنا، لكن للاسف. كفايه يا حربي ارجوك. يا ست هاني مش هي دي الحقيقه ولا انا غلطان؟ لا مش هي دي الحقيقه. أنا لما عرفتك كنت بتعامل معاك زي أي حالة، خبر وبكتب عنه في الجرنال. بس لما قربت منك وعرفتك أكتر لقيتك إنسان جدع وشهم ممكن يضحي بنفسه عشان أي بني آدم ضعيف. على فكرة
أكرم طلب مني نفس الطلب اللي طلبه منك. هنرجع بقى للأسوان المشروخة دي تاني؟ سميها زي ما تسميها. أنا جيت لك امبارح عشان أطمن عليك. لما عرفت إن أبضايا كان عايز يقتلك أنت وزين. على فكرة أبضايا اتقتل امبارح في الحجز. إيه؟ اتقتل؟ مين اللي قتله؟ معرفش. بس أكيد اللي قتلوه هم نفس اللي حاولوا يقتلوك أنت وزين. عموما يا حلمي أنا جيت أشوفك عشان تعرف الحقيقة. واللي أنا كنت عاوز أعرفه عرفته. وأنا وعدك مش هضغط عليك نتقابل تاني. ودلوقتي القرار قرارك. عاوزنا نفضل أصحاب؟ يا ريت. مش عايز ننتحر. عن إذنك. الو، ازيك يا حربي؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عنتر بيه؟ كنت لسه هطلبك دلوقتي. تبقى القلوب عند بعضيها. ربنا يخليك يا رب. عمر، يعني كنا عايزين نتقابل بديهم ونتفاهم على شويه حاجات يعني. يا ترى بقى عنتر بيه المره دي هتكونوا مرتبين لي ايه تاني؟ استهدي بالله يا حربي، بلاش الكلام الماسخ ده. انا مستنيك في مكتبي. ماشي يا عنتر بيه، نص ساعه واكون عندك. ما تتاخرش علي، انا مستنيك. مع السلامة. أول ما حربي يوصل يدخل طوالي. أمرك يا باشا. ألو، أخلي مع الدبي لو سمحت. أيوه عنتر. بقول لك إيه يا عدي بيه؟ حربي جايني دلوقتي في مكتبي. تحب يعني تقابل عندي ولا نتقابله في مكان تاني؟ بلاش عندك، اول ما يوصل هاته وتعالى مكتبي. امرك عدي بيه، اول ما يجيني هجيبه واجي لك طوالي. مع السلامه. الو، صباح الخير يا رشا. انا عدلي المحامي. صباح النور يا عدلي بيه. يا ترى الباشا موجود؟ ثانية واحدة هشوفه لحضرتك. ايوه سيوفي بيه، عدلي بيه على التليفون عايزك. طب حوليه على خط 3. حاضر يا فندم. ها يا عدلي، ايه الاخبار؟ كل خير يا باشا. عزام اتصل بالموزعين وابتدى يوردوا الفلوس ويستلموا البضاعة. هايل يا عدلي، هايل. والواد حربي اخباره ايه؟ ما انا بكلمك عشان كده يا باشا. عنتر هيقابله كمان شوية وهيجيبهولي المكتب. انا بكلم سعادتك عشان اقول لك هتصرف معاه ازاي. انا عايزك تستقبله كويس ورتب لي ميعاد معاه، هو وصاحبه اللي اسمه زين، وفي اقرب وقت. سعادتك هتقابل الولاد دول بنفسك يا باشا؟ أظن بعد اللي عملوه يستاهلوا إني أقابلهم وأشكرهم بنفسي. ولا أنت ليك رأي تاني يا عدلي؟ لا يا باشا، اللي تؤمر بيه ما دام ده رأي سعادتك. اتفق مع حربي يجي لك بكرة على المكتب، هو وصاحبه اللي اسمه زين، وتجيبهم وتجيله على المزرعة، هما الاتنين. تحب أجيب معايا عنتر وعزام يا باشا؟ لا، أنا عايز أقابل الولادين دول لوحدي يا عدلي. مفهوم؟ أمرك يا باشا. الو، اكلم عزيز باشا لو سمحت. نعيم السيوفي. صباح الخير يا باشا، انا كنت محتاج اقابل سعادتك. لا ابدا، في موضوع كده كنت عايز اتكلم معاك فيه يعني.
ماشي يا باشا، كويس أوي، خلاص بكرة الصبح نتقابل. سيدي لا شاء الله. أهلا يا حربي، عنتر بيه مستنيك جوه. ازيك يا عنتر بيه؟ أهلا يا حربي، تشرب جوفة؟ لا شكرا. شاي؟ قهوة؟ مش جاي أشرب حاجة يا باشا، أنا جاي أسمع وأتكلم. صح، أقعد أقعد. بفين؟ جهز العربية واستنانا برا. أمرك يا باشا. واحد رايحين في حتة ولا إيه؟ هنروحوا للي يسمع ويريحك على الآخر. لو النبي وحياة أبوك بلاش يريحك دي، لحسن يعني في لغة أفلام السيبة لا مؤاخذة دي حاجة مش حلوة. سيبة إيه يا راجل أنت؟ صدقني يا حربي اللي حصل ده أنا ماليش ذنب فيه. الكلام ده برضه يا باشا مش غريب عليا وسمعته قبل كده. ولولا ستر ربنا يعني كان زمانك لا مؤاخذة بتترحم عليا. طب صدقني إنه بادي. صدقني إنه بادي يا حربي، هتشوف. ماشي يا عنتر بيه. هصدقك. يلا بينا. ايه ده؟ ده دنيا ودعاء جم. ايه اللي جابهم هنا؟ ازيك يا زين، انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. طب وحربي حصل له حاجه؟ حربي بخير؟ حربي بخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ لا احنا بس كنا يعني قلقنا عليكم فقلنا نيجي نطمن وبالمره ابص على ابويا يعني. بقول لك ايه يا زين، هي بجد العربيه اتحرقت؟ انت عرفت منين؟ اديني عرفت وخلاص. طيب هو حربي فين دلوقت؟ حربي راح مشوار وزمانه جاي. طيب احنا هنروح نطمن على عم نوفل نرجع لكم على طول. يلا يا دعاء. يلا بعد اذنك يا زين. تفضل يا واد، تفضل. بكل حاجة. أهلا يا عم حربي، تفضل. كثير فضلك يا عدي بيه. أهلا يا أخي حربي. أنا سعيد جدا إن أنا بقابلك للمرة الثانية، وده مكتبك. مكتبك في أي وقت. شرفت وأنست يا حربي. جرى يا باشا، ده كده الحكاية تقلق لا مؤاخذة. ده على رأي المثل كتر السلام يقلل المعرفة. ظريف يا اخ حربي، ظريف. معلش يا عدلي بيه، الظاهر ان حربي واخد على خاطره مني. معلش ليه كده يا اخ حربي؟ يعني سعادتك مش عارف؟ احب اعرف منك. بص يا باشا، انا في حاجتين اكرههم معانا، الغدر والخيانه. دي عندك حق، مين يرضى بالغدر والخيانه؟ من حقك تزعل وتتضايق، بس احب اعرفك يا اخ حربي ان المسؤول عن اللي حصل ده قد عقابه، وعقابه كان قاسي قوي. واسأل عنتر بيه. أحب أعرفك كمان يا أخ حربي إن من هنا ورايح التعاملات بتاعتنا هتتسم بالصدق والشفافية، مفيش مجال لا للخيانة ولا الغدر، بس يا ريت المعاملة تبقى بالمثل. والله يا باشا أنا لو كان من طبع الغدر والخيانة ما كنتش هسكت، كنت هقول للبوليس على كل حاجة ولما أخذ أوديكوا في 60 داهية. ده جميل، احنا عمرنا ما ننساهولك، عشان كده احنا محضرين لك مكافأة، ومكافأة كبيرة أوي. أنا مش عايز مكافآت. أمال عاوز إيه؟ عايز نصيبي من العملية اللي فاتت، وعايز الأمان. نصيبك هتاخدوه بكرة ولا بعده؟ إيه حكاية الأمان دي بقى؟ والله يا باشا احنا المرة اللي فاتت قعدنا واتكلمنا واتفقنا وزبطنا، وساعة التنفيذ حصلت خيانة. وانا قلت لك ان اللي بيغدر بياخد جزائه. انا بقى الكلام ده كله ما يلزمنيش بمليم احمر. ايه بقى اللي يلزمك بقى؟ والله يا باشا ان يعني كلام المرة الجاية يكون مع الباشا الكبير. لان اي كلام سعادتك هتقوله لما اخذه يعني مش هصدقه. صار يا اخ حرب، انت ابن حلال مصفي، اكيد امك دعيالك، لان الباشا بذات نفسه طلب مني نفس الطلب اللي انت طلبته دلوقتي.
عايز يقابلك ويتعرف عليك. بجد يا عدلي بيه؟ بجد؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا عنتر. اسمع يا حربي، انت هتجيلي هنا المكتب الساعة 5 بكرة، تيجي ومعاك صاحبك ده اللي اسمه زين، هاخدكم ونروح سوا نقابل الباشا ونفتح بقى صفحة جديدة. مرضي يا عم حربي؟ ماشي يا عدلي بيه، بس يا ريت بقى تبلغ الباشا الكبير ان انا خلاص جبت اخري، واي حركه غدر او خيانه تاني انا مش هسكت لحد ومش هعمل حساب لحد. واظن انتوا شفتوا بنفسكم منسلم البضاعه، لا انا ولا زين، ناس تانيه خالص، ناس محدش يعرفها. والناس دي بقى يا باشا مش هتسكت لو انا او زين حصل لي حاجه، هيتكلموا ويقولوا ويفضحوكم، ولا مؤاخذه يعني هتروحوا في 60 داهيه. مفهوم يا باشا؟ مفهوم. هونت عليك يا دعاء تروحي وتجيبي المدة دي كلها وما تسأليش عني. معلش يابا غصب عني، وبعدين ما انا جيت لك اهو علشان اطمن عليك. تطمني على ابوكي بس؟ تخسى عليكي يا دودو. طب ومرات ابوكي؟ وعليكي طبعا يا خالتي، ما شاء الله رحت وجيت ودنك زي ما هي بتسمع دبة النملة. اه والله. بقولك يا دعاء، مش يلا بينا بقى عشان تلحق يعني شغلك في المستشفى. اه فعلا عندك حق يا بنت. خدي يابا، خلي دول معاك وزي ما اتفقنا. ربنا يخليكي لي يا بنتي، ربنا يخليكي لي. يلا اشوف وشك بخير بقى. وانت بالاهل. سلام بقى يا خالتي. بالاذن يا روحي. سلام يا عم. مع الف سلامة يا دودو. سلام يا دودو. يا نوفل يا حلولي حلوين اهم شعر من جلد كبش. ايه راح فين دعاء؟ دعاء انت هتمشي على طول ولا ايه؟ اه يا زين، ما انا خلاص طمنت عليك وطمنت كمان على ابويا، ارجع انا بقى اشوف حي. بقول لك يا زين، هو حربي مرجحش لغايه دلوقتي؟ لسه. طب والنبي لما يجي بقول له يتصل بيا او يفوت عليا يعني. يلا بينا دعاء. شوف وشك على خير يا زين. ما تقلقش كده يا زين، دعاء مسيرة ترجع الحتة من تاني. اللي عرفك يا فالح، أصل الواحدة لما تلاقي واحد يحبها زيك كده وتسيبه تبقى عبيطة. ده إيه الكلام الكبير ده؟ أهو بقى على قد يا زين. اللي أنت عمرك ما حبيته يا ده بركة؟ إيه؟ إزاي بقى؟ حبيت مين يعني؟ إيه؟ ده أنا حبيت كل الناس. يا ده واحدة ست، عمرك ما حبيت واحدة ست. مش عارف. بس عارف ساعات وانا قاعد لوحدي كده اقعد ابص على اللي رايحه واللي جايه، واحلم ان انا ماشي مع واحده منهم ماسك ايديها او حاطط ايدي على كتفها، ونتمشى مع بعض، نمشي على الكورنيش، نروح السيما. وفجاه الاقي الواد كيمو جه ينزل الشاي ولاقي نفسي لوحدي وفقت من الحلم ده. طب بتحلم ليه يعني؟ ما تشوف لك واحدة بجد تعمل معاها كده. لا لا، أنا ما ينفعش يا زين. ما ينفعش ليه؟ لأني غلبان وعلى قد يا زين، وهم ما بيحبوش كده. سيبك من كلامهم ده اللي بيقولوه، إحنا عايزين واحد حنين وطيب وابن حلال، كل ده كلام في الهوا. لكن ساعة الجد عايزين واحد حمش، واحد يديهم ألمان، وأنت عارف أنا ماليش في الحاجات دي يا زين. يا ابن اللي ايه؟ وتقول لي فهمك على قدك؟ ده انا يا ريتني بفكر زيك كده، ما كانش ده بقى حالي ولا كان الهم ركبني كده. ايه يا جدعان؟ قاعدين تشربوا شاي وسابين المعلمه لوحدها في المستودع ولا ايه؟ ما تقلقش يا عم حربي، الشغل ماشي زي الفل، والرجاله قربت تخلص، والمعلمه روحت وبتقول لك خلص وقفل المستودع
خد الإيراد وحصلها على البيت. ماشي يا معلم بركة. شاي 50 يا كيمو. عينيا يا كوندا. على فكرة دعاء جت المنطقة النهاردة يا والبت دنيا، وسألت عليك بعد ما أنت مشيت على طول. تقول لك ابقى عدي عليها ولا أكلمها عشان عايزاك في موضوع ضروري. موضوع إيه ده؟ ما قالتش. المهم قابلت البت الصحفية؟ قابلتها. آه، كنت عايزاك في إيه؟ أبداً، أو أي رغي وخلاص. كل الوقت ده وأي رغي وخلاص؟ لا، ما أنا بعد ما سبتها رحت قابلت عنتر. المهم قول لي، أخدت نصيبنا من العملية؟ قالوا لي يوم ولا يومين. المهم بقى إن عادلي بيه ده عايز يقابلنا بكرة أنا وأنت على الظهرية عشان نروح للباشا الكبير. يطلع مين الباشا الكبير ده راخ؟ ده الراجل اللي فوق فوق فوق، اللي ماسك خيوط اللعبة كلها في إيديه، المخ الكبير بتاعه. طب وإحنا هنقابله ليه يعني؟ بصراحة أنا اللي طلبت إن إحنا نقابله. وليه يا حربي ليه؟ إحنا مالنا ومال الناس الكبار دول؟ ما تخلينا على قدنا يا ابن الناس. المثل بيقول إيه؟ الكبير كبير ومن جور الكبير يكبر بركة. آه، ودي بقى نصايح الأخ صلاح صح؟ أنا عايز أفهم أنت حاطط نقرك من نقر أبو صلاح ليه؟ أنا قلت لك من الأول يا حربي، أنا صلاح ده مش نازل لي من زور، مش نازل لي من زور يا أخي. الشاي المية مية لعم معلمين الحارة دي كلها. تشكر يا كيم. اللي انت كنت فينك ماندا؟ ما عادش شافك من الصبح. وانت مالك يا ايه اللي يحشرك يعني؟ غرس في شغلك. تصدق انت معاك حق، وانا عايل برد قوي. صباحك ورد عمنا. قول لي يا عم، احنا لما نقابل الباشا الكبير ده يعني نقول له ايه يعني؟ مش عارف، بس انا حاسس ان هي دي الخطوه اللي هتنطرنا لفوق، او يمكن تجيب دغنا لسبع ارض. يا عم بطل التشاؤم اللي انت فيه ده. احنا احسن حاجه نطلع انا وانت الصبح على ابو صلاح، يمكن لنا في المقابله دي ودنا نعمل فيها ايه. يلا روح انتوا بقى المستودع، حاسبوا رجاله ولموا الايراد على مركب. انت رايح فين؟ اروح اشوف دنيا عايزه ايه يا رخ، وبعد كده ارجع لكم واخد الايراد وادي لي معلمه ان شاء الله. وهتبيت هناك النهارده يا علي؟ اتنين يا مفتري، وانا اللي عمال احب على روحي. بنتي يا سهره يا بنت. ايوه يا معلمه. جهزت كل حاجه؟ كل حاجة جاهزة، الأكل تمام، والحمام في الفرن، والبيرة في التلاجة، كله تمام التمام. عفارم عليك شاطر. بس على الله الليلة دي ما شلش الأكل زي كل ليلة. جرايه يا بنت يا مقروسة، ما تخليكي في شغلك، مالك بشغل غيرك انتي. الله، شكلك متأكدة انه حيجي الليلة دي يا معلم. حيجي، لازم يجي. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حربي، اتفضل. امال دنيا فين؟ موجوده. دنيا فنانة يا حربي. بقولك يا دعاء، نعم، اعمل لنا بقى فنجانين قهوه بس على نار هاديه. ماشي حاضر. تعالى يا حربي. خير يا دنيا؟ زين، بقول انك جيت الحته وسالت عليا. قولي بقى يا حربي، ايه حكايتك انت وعنتر وعزام رشوان؟ بتسالي ليه؟ اصل اول امبارح كنت انا ودعاء عند عنتر في العوامه، ومن اول الليله كده وانا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل. حاجه ايه؟ مش عارفه، هما كلهم كانت اعصابهم مشدوده كانهم مستنيين حاجه هتحصل، وعنتر ورشوان علوا صوتهم على بعض، وفجاه كده لقيت رشوان خرج بره العوامه والتليفونات اشتغلت، وعنتر بيتكلم في التليفون وبيتكلم عن بضاعه مسروقه وعربيه بتتحرق، وجاب سيرتك انت وزين يا حربي. هو في ايه؟ انا بجد مش فاهم. مفيش حاجة يا دن. يعني ايه مفيش حاجة؟ أنا رحت امبارح على الحتة وسألت عليك، ولا حد عارف عنك حاجة أنت وزين. في إيه يا حربي؟ أنت مخبي عليا إيه؟ أنا قدامك أهو بيت وزي الفل. أنا حاسة إنك مخبي عليا حاجة يا حربي. بص، أنا مش من حق أتدخل، بس أنا بجد خايفة عليك. الناس دول قاسية قوي، مفيش في قلبهم رحمة، وأنت مش قدهم يا حربي، مش قدهم. عزام ده حطك أنت وزين في دماغه، وعامل زي الحية لدغته القبر. ما تخبيش عليا يا دندن، عمر الشاي بقى. مش مع الناس دول يا حربي، مش مع الناس دول، انا بجد خايفه عليك. ربنا ما يحرمني منك. ولا يحرمني منك انت كمان، ويخلي لي حسك في الدنيا. ميرسي يا حبيبي. يلا بابا اتفضل. امال فين اماني؟ مش عادتها تتاخر بالشكل ده؟ زمانها جاي يا عم. مساء الخير. مساء النور. ايه يا اماني؟ مش هتتعشى معانا ولا ايه؟ لا يا بابا،
ماليش نفس بعد اذنك. هي مالها يا مان؟ انا داخل اطمن عليها. ايه يا اماني مالك؟ مفيش حاجة يا بابا. مفيش حاجة ازاي؟ داخلة ضربة بوز ومالكيش نفس تاكلي وتقولي لي مفيش حاجة؟ بقول لك ايه يا اماني؟ اوعى تكون حكاية العريس دي هي اللي مضايقاكي. أنا سبق وقلت لك القرار قرارك ومحدش هيقدر يجبرك على أي حاجة طول ما أنا عايش. ربنا يخليك ليا. بس الحكاية غير كده خالص. احكي لي يا اماني. افتحي لي قلبك. اكرم يا بابا بيعاملني كاني طفله صغيره مش عارفه هي بتعمل ايه، او كاني متهمه عنده في الاسم. ايه اللي حصل بالظبط؟ يصح ان هو يهدد واحد لمجرد اني بقابله وبعمل معاه حوارات للمجله؟ لا طبعا ما يصحش، بس اكيد اكرم اتصرف بحسن نيه. قولي لي يا اماني، الواحد اللي بتتكلمي عليه ده انا اعرفه؟ حرب المهدي اللي كتبت عنه المواضيع اللي فاتت في الجورنال. ايوه، بس اكرم قال ان الولد ده مشبوه ومسجل خطر ولسه خارج من السجن قريب، واذا كان هدده فده من باب خوفه عليكي وعلى مصلحتك. يا بابا حربي غير كده خالص، ده انسان شهم وجدع وشجاع وكمان متعلم. متعلم؟ اه يا بابا، هو كان في كليه حقوق بس كان في ظروف حصلت كده وخليته ما يكملش. واضح انك متحمسه قوي للي اسمه حاربي ده. لانه يستاهل. لما الواحد يلاقي حد جدع وشهم وشجاع لازم يقف جنبه ويشجعه، مش يهدده ويهينه. عموما انا هطلب من اكرم انه ما يتدخلش في شغلك، وهطلب منك انت كمان تخلي بالك من نفسك، واوعي تنسي في لحظه ان اخوك ضابط مباحث وان ابوك اللواء حسنين المصري. قصدك ايه يا بابا؟ انت فاهمة قصدي كويس يا اماني. انا ثقتي فيكي ملهاش حدود، بس في نفس الوقت ساعات الانسان اندفاعه وحماسه بيعميه عن حاجات كتير قوي. اسيبك دلوقتي ترتاح وتفكري في الكلام اللي انا قلته لك. تصبحي على خير يا حبيبي. لو ما كنتش جيت النهارده كنت زعلت منك وقطعت. لا تقطعيني ايه يا معلمه، انا في عرضك. يعني لو زعلت مني ولا حاجه مش مشكله، هشقلب لك كده واعمل لك قرد لحد ما اصالحك، لكن تقطعيني واكتب اللي ما اقدر. كلامك بقى حلو قوي ومعسل وبقى بيدوخ. وانا اقدر عليكي برضه يا معلمه؟ ده انا غلبان. غلبان؟ كلامك ده ما يخشش على معلمه زيي، لفه ودايره والدنيا خبزاها وعجناها، لكن يخش على عيلة صغيرة بنت امبارح ملهاش خبرة ومش فاهمة الدنيا شكلها ايه. كلامك ده ورائنا. قصدك ايه يا معلمة؟ قصدي على البت الصحفية اللي رايحة جاية وراك في كل حتة. تدماغك راحت لبعيد قوي يا معلمة. أنا مفيش حاجة بيني وبين الصحفية دي. دي لا من توبي ولا أنا من توبها. انسى يا معلمة. الموضوع اتقفل. انسي انسي وخليكي معايا. انا دايما معاك يا حربي، المهم تبقى انت معايا وعلى قولك. انا وانت دلوقتي مع بعض، مش عايزه افكر في حاجه تانية. اشتغل يالا منك لو يالا بنت اللكاع. انا مش عايزه تلفظ. انا قلت صباح الفل يا رجاله. صباح العسل يا عريس. امال المعلمه فين؟ لا المعلمة مش جاية النهاردة، مريحة شوية بس لما مؤاخذة يعني ظهرها وجعها حبتين. لا لا لا، ألف سلامة ألف سلامة. حقها برضه يا زين حقها. ده إيه الظروف اللي على الصبح ده يا بركة؟ لا بقول لك إيه، اللي هو بركة ده في العشاء ما جاش، اللي جه المعلم بركة. العيال بقى أنت فاهم. ماشي يا معلم بركة. فطرت ولا أجيب لك حاجة تشق بيها ريقك؟ لا الحمد لله فطرت. لا ألف هنا ألف هنا. حمام برضه؟ هو في حد بيفطر حمام على الصبح مغفل؟ يا اخي انت بتعتى يا اخي، انت بتعتى. على رايك ده لا عاتق فطار ولا عاتق عشاء. اعوذ بالله من عينيكم تجوز، اللهم احفظنا. يلا بينا يا عم زين. ايه هنروح فين؟ نوصل لابو صلاح. طب هنسيب المستودع لوحده؟ بركه بقى في المعلم، هو
ولا يا معلم؟ ايه زين؟ تكنتوا على الله ما تلاقوش كل شيء تحت السيطرة. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يلا عم زين. سلام يا ده بركة. لا قلنا معانا بركة بقى. ايه ده؟ اشتغل يلا منك له يلا مش عايز اتنفس قلت. مستنين انت هنا يا رشا. حاضر يا باشا. ضربة هايلة يا عزيز باشا. جود شات. اهلا يا نعيم. في ميعادك بالظبط. تلعب معايا؟ العب معاك ده ايه؟ لا طبعا يا باشا انا مش قدك في اللعب. بلاش تواضع يا نعيم. ده انت لعيب كبير قوي. بس سعادتك من بعض ما عندكم يا باشا. على فكرة قالكوا فترة كده في الجرنان بتاعك شدين حيلكوا علينا شوية. الموضوعات اللي بتنشروها عن التعذيب في الإقسام وعن البطل اللي هيخلص الناس من الظلم، الموضوعات دي بقت مزعجة شوية يا نعيم. وهو كله للمصلحة يا باشا. مصلحة مين؟ مصلحتنا كلنا. المواضيع دي احنا فعلا بنستفيد منها كمعارضة، بنخلي الناس تحس ان احنا واقفين معاهم وبندافع عنهم، لكن في نفس الوقت سعادتك انتوا كمان بتستفيدوا منها، ويمكن بتستفيدوا منها اكتر كمان، لان احنا كده بنبينكم في عيون الناس كلها ان انتوا ديمقراطيين، وبنعلن للدنيا كلها ان البلد فيها حريه راي، حريه تعبير. وبعدين سعادتك كل اللي بيتكتب ده كلام، مجرد كلام بينفس عن غضب الناس ويريحهم ويخطرهم، بدل ما يخرجوا في مظاهرات ويعملوا اضرابات واعتصابات والحاجات البايخه اللي ملهاش عازه، والبلد مش ناقصه اليومين دول سعادتك. ايوه يا نعيم، بس الشيء لو زاد عن حده بيتقلب ضده. وبعدين الحريه ليها حدود. احنا داخلين على انتخابات يا نعيم، لازم تهدي اللعب شويه. اللي تؤمر بيه سعادتك، احنا يهمنا المصلحه، وسعادتك سيد العارفين المصالح بتتصالح، مش كده ولا ايه يا باشا؟ تعجبني يا نعيم. قول لي بقى اخر اخبار العمليه الاخيره. والله هو كان حصل فيها شويه مشاكل كده، بس عدت على خير والحمد لله. كلها يومين ثلاثه بالكتير، ونصيب سعادتك يدخل في حساب سعادتك في البنك بتاع سعادتك اللي في لندن. عظيم عظيم يا نعيم. ايه بقى الموضوع الخاص اللي انت عايزني فيه؟ هو في الحقيقه موضوع محرج شويه، بس انا محتاج اخد راي سعادتك فيه فعلا. موضوع ايه؟ واحد اعرفه الله يسامحه بقى سرقني وهرب وسافر، سافر ومش هيرجع تاني خالص. اكيد اليومين اللي جايين دول هيحصل لت وعجن ورغي كتير حواليه. من مصلحتنا ان احنا نقفل على الموضوع ده خالص، يعني يا ريت اي بلاغات استفسارات اخبار اي حاجه يتعتم عليها تماما. فشوان ابو الذهب اللي انت دفنته في جنينتك حي مش كده؟ الله، ده انتوا واخدين بالكم مني كويس قوي. احنا مفيش حاجه في البلد ما نعرفهاش، كل كبيره وصغيره لازم نعرفها، كل شيء لازم يكون تحت السيطرة. اتفرج يا نعيم واتعلم. ايه يا باشا؟ في حاجة مضايقاك؟ عزيز باشا حاططني في دماغه قوي، وعارف عني كل حاجة، حتى حكاية رشوان عرفها أكنه كان معانا بالظبط. طب وحضرتك الحاجات دي عرفها ازاي؟ عرفها ازاي ده ايه؟ اكيد في حد بيبلغوا بيها اول باول، واكيد كمان ان الحد ده من جوانا. غلط غلط كبير قوي يا رشا، ولازم يتصلح فورا. وساعتك شاكك في اي حد؟ لغايه دلوقتي لسه، بس اكيد هوصل وهعرفه ساعتها. يا ويلو مني، يا ويلو.
واللعب واللعبة خلصت هاتي.